إله الواحد أمين تحل علينا نعمة ربنا وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة بإذن المسيح هناخد سفر حج النبي. كنا اتفقنا مع بعضنا كده نقرأ الأسبوع اللي فات ونحاول إن احنا ناخده كده في تفسير مبسط ليه المرة دي والمرة الجاية وحسب ما ربنا يريد بعد كده. بس الحقيقة سفر حجي قبل ما ناخده لازم ناخد زي introduction لي عشان الخلفية لما بتبقى متضحة بيبقى سهل خالص قراية السفر. الصورة اللي باينة قصاد حضراتكم الخريطة دي بتاعت حاجة اسمها السبي البابلي ليهوذا. شايفين فيها الحتة بتاعت النهر دجلة ونهر الفرات والمنطقة دي اللي قامت فيها امبراطورية بابل. قبل ما نقرأ سفر حجي نحب ناخد بالراحة كده مقدمة بسيطة ان تساعدنا ان احنا الكلمات اللي هتتقري تكون كلمات معناها اقوى لما بنعرف الباك جراوند بتاعها. كلنا عارفين زي ما خدنا في سفر رعوث لما درسنا سفر رعوث خدنا كده مقدمة للعهد القديم. هعيدها بسرعة في 5 دقايق قبل ما ناخد سفر حجي. عرفنا ان ابونا ادم بحسب حسابات الكنيسة ربنا خلقه حوالي 5500 سنة قبل التجسد تقريبا، دي ارقام تقريبية. وعرفنا رقم تاني ان بعد ابونا ادم ما ربنا خلقه كان خلقه عشان يعيش معاه للابد بدون موت، لكن زي ما بنقول في القداس ادم اختار لنفسه انا جلبت لنفسي ايه حكم الموت بارادتي لما خلفنا وصية ربنا. فبعد كده في عصر اسمه عصر الاباء البطاركة الكبار اللي هما بقى ابونا ادم وبعدين اولاده بقى هابيل وقايين وعارفين القصة بتاعتهم، وبعدين شيث الطفل الثالث اللي هو بقى فيه نسل بيسموه اولاد الله. ومشي التسلسل لغاية ابونا نوح وكلنا عارفين قصته وازاي ان كان في هذا العصر الخليقة كلها اتملت بالشر. فربنا دعا نوح لبنى فلك وكان الفلك مساحته كبيرة جدا عشان يخلص اكتر عدد من الناس، بس للأسف ما دخلش في الفلك غير كام واحد، 8. بعد ما طلعوا من الفلك التلات اولاد ولاد نوح اللي هما سام وحام ويافث كل واحد خد حتة في الكرة الارضية وابتدى يعمر فيها. من نسل سام ربنا دعا واحد اسمه ابرام معناه الاب المقرم، كان ساكن في المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة اللي هي منطقة العراق اللي هي ما بين العراق وتركيا دلوقتي. وهو في الحتة دي ربنا دعاه ساب عشيرته ساب اهله وخرج هو وسراي زوجته وابن اخوه لوط واسرته وراحوا سكنوا في حران شوية وبعدين كمل المسيرة ثلاثة بس اللي هو ابونا ابرام وسراي ولوط، وراحوا سكنوا في المنطقة اللي كلنا دلوقتي نعرفها اللي هي منطقة فلسطين. بس لما سكنوا في خيم، بالرغم ان ابونا ابرام كان غني جدا وكان ربنا باركه جدا، كان شغال في الرعي وكان عنده غنم كتير والغنم بتزيد فكان غني جدا، لكنه فضل ساكن في خيمة. وربنا قال له المنطقة اللي انت ساكن فيها دلوقتي انا حدها لكم بس مش دلوقتي، لان الشعب اللي فيها لسه الكيل بتاعه ما تملاش، فانا حدلهم فرصة للتوبة. فربنا ادلهم فرصة قد ايه؟ 430 سنة فرصة يتوبوا 430 سنة. في الوقت ده ابونا ابرام اتغير اسمه لابراهيم وسراي اتغير اسمها لسارة، وربنا اداهم طفل الموعد اللي هو اسحاق. طبعا عارفين القصة ان امنا سراي ادت نصيحة بتاعت هاجر واسماعيل والقصة دي، لكن ربنا تمم وعده من خلال ابونا اسحاق والتجربة اللي طلب منها من ابونا ابراهيم انه يقدم اسحاق، القصة دي كلنا عارفينها. المهم ابونا اسحاق ربنا اداله طفلين اللي هما يعقوب ومين؟ وعيسو. ويعقوب اتغير اسمه الى اسرائيل. فالاول مرة من ادم وصلنا لغاية ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم تقريبا سنة 2000 قبل المسيح، يعني ابونا ادم 5500 في 3500 سنة لغاية ما وصلنا لابونا ابراهيم، يعني ابونا ابراهيم تقريبا سنة كام؟ نحفظ الرقمين دول، ادم كام؟ 5500، ابونا ابراهيم كام؟ 2000. خلوا بالكم ان احنا بننزل من فوق لغاية ميلاد المسيح، يعني من فوق بنقل 5500 وبعدين 2000 ابونا ابراهيم. ربنا قال له حدي وقت
لشعب فلسطين يتوب 400 سنة. في الوقت ده عرفنا ان ابونا ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب اتغير اسمه الى اسرائيل، يعني في واحد اسمه اسرائيل. وبعدين اسرائيل خلف 12 ولد وبنت، وبعدين ولد من الاولاد عارفين قصته يوسف، اخواته حسدوه نزل مصر. كانت مصر هي تعتبر يعني بلد الحضارة في العالم كله في الوقت ده. وعارفين القصة ان شعب اسرائيل نزلوا، عيلة اسرائيل بقى، اسرائيل بعد ما خلف 12 بقى عيلة عزوة، بقوا حوالي 70 واحد، الاولاد والزوجات والاطفال بقوا 70 واحد. فلما يوسف كبر في مصر وبقى ابن وبقى وزير لفرعون، وبقى هو المتسلط على كل المصريين، فبعت لعيلته أبوه وإخواته اللي هم في فلسطين عايشين في خيم، بعت لهم ينزلوا يعيشوا في مصر. فعلا عاشوا في مصر في الشرقية، نواحي محافظة الشرقية، لأن المنطقة دي كانت منطقة فيها مراعي كتير، والمصريين ما كانوش بيحبوا الرعي، وكان من عادتهم لو عرفوا ان واحد راعي ما ياكلوش حتى معاه. عشان كده لو تفتكروا لما يوسف الصديق إخواته جابوه، جاب إخواته عنده ما كلش معاهم، هم أكلوا لوحدهم هو أكل لوحده. فقعدوا في الحتة بتاعت الشرقية. في خلال 400 سنة اللي ربنا قال هطول بالي فيهم على على فلسطين، تضاعف عدد إسرائيل اللي نزلوا 70 واحد لأرض مصر وسكنوا في الشرقية، تضاعف عددهم في 400 سنة من 70 ل 2 مليون، 600 ألف رجل. والرجل في يعتبر في العهد القديم اللي هو من 30 ل 50 سنة، 2 مليون على حدود مصر. فالفراعنة خافوا ان اي حد جاي لنا من فوق، فرس او بقى يونان، اي حد جاي من فوق دول في سكته، وكانوا شافوا التجربة بتاعت الهكسوس. فالفرعون بتاع مصر طلع قرار قال احنا لازم نقلل عددهم. فتعرفين طبعا القرار اللي طلعوا ان كل الاطفال الذكور تموت وهكذا، وابتدوا يزيدوا اكتر، ابتدى يزلهم، ابتدوا ينموا، لغايه ما ربنا بعد 400 سنه تحنن عليهم وسمع صراخهم. وراح في الوقت ده اللي هو كنا وصلنا بقى، احنا قلنا ابونا ادم سنه كام؟ لا برافو عليكم. وقلنا ابونا ابراهيم كام؟ ادي كمان 430 سنه، يبقى وصلنا لغايه كام؟ 1500 تقريبا. 1500 تقريبا جاء المخلص لشعب اسرائيل في مصر، اللي هو مين؟ موسى النبي، اتولد موسى النبي. وربنا قال لفرعون خرج شعبي، لا مش هخرج، خد العشر ضربات والشعب خرج. لما خرج شعب اسرائيل من مصر، كانوا تحولوا بقى من اسرائيل فرد واسرائيل عيلة الى بقوا شعب 2 مليون. 2 مليون خرجوا وراحوا على برية سيناء، قعدوا فيها 40 سنة لاسباب ان هم ما سمعوش كلام ربنا وتزمروا. وبعدين دخلوا ارض الموعد. موسى النبي مات قبل ما يخش ارض الموعد، اللي دخلهم يشوع. موسى عبرهم الحاجة الاولى اللي هو ايه؟ البحر الأحمر. دخلوا برية سيناء قعدوا فيها 40 سنة. اللي عداهم الحاجة التانية يشوع، عداهم البحر إيه؟ الأردن، نهر الأردن، ودخلهم أرض الموعد وقسم لهم الأرض، كل واحد خد حتة أرض. لكن سبط لاوي ما خدش، قال له أنت نصيبك المذبح، تأكل من المذبح. شعب إسرائيل عاشوا كمان 400 سنة كشعب، كل واحد في الحتة بتاعته، وكل ما يحتاجوا حاجة ربنا يقوم لهم قاضي، قاضي يعني حاكم منهم كلهم. عاشوا كمان 400 سنة في عصر اسمه عصر ايه؟ القضاء، الحكام، لغاية ما اخر قاضي كان عندهم اسمه صموئيل النبي. في الوقت ده لما نشوف الخريطة، هم عايشين في فلسطين بس حواليهم الدنيا كلها، لبنان حواليهم وسوريا حواليهم، ففي ملك اسمه ملك ارام، وفي ملك اسمه ملك صور، وملك اسمه ملك صيدا، والفلسطينيين لهم 6 مدن حواليهم. يعني هو الدنيا حواليهم مش هادية، ده حواليهم بعد عنكو الغام. فعاشوا 400 سنة في حروب بينهم وبين اللي حواليهم. يبقى احنا نزلنا من 1500، حط كمان حوالي 400، ويبقى تقريبا نزلنا لسنة كام دلوقتي؟ 1000. في سنة 1000 حصل بقى حاجة غريبة، الشعب ابتدى يقول احنا مش عايزين نكمل بالطريقة دي، ان احنا من اما نحتاج حاجة نروح لربنا وربنا يبعت لنا، احنا عايزين يبقى زينا زي ايه؟ اللي حوالينا. ايه اللي حواليكم؟ مملكة ولينا ملك. صعب عليه صموئيل النبي، وقال لهم ازاي يا جماعه، ده احنا مختلفين عن اللي حوالينا، احنا لينا ميزه، ده احنا ملكنا مين؟ ربنا. قالوا له لا. فربنا قال له ما تزعلش، لم يرفضوك بل اياي ايه رفضوا. ماشي، نعمل لهم مملكه. فاتعمل مملكه، واول ملك ليهم كان اسمه شاول الملك. وبعدين شاول ما ارضاش ربنا وحكمهم 3 ملوك، كل ملك 40 سنه.
فشاول حكمهم 40 سنة ومات في حرب. اللي حكم بعدهم مش ابن شاول بقى، لأن ابن شاول يوناثان برضو مات في الحرب، اللي حكم داود. هو طبعا بدقة أكتر إشبوشس ابن شاول حكم 8 سنين في حتة، لكن مبدئيا يعني حكم نقولها مجازا إن داود حكم بعد شاول، بس كان في فترة 7 سنين داود حكم في حتة اسمها حبرون لوحدها، وبعدين 33 سنة حكم إسرائيل المجمعة. لكن نقدر نقول ان شعب اسرائيل اللي تحول الى مملكة متحدة حكموا 3 ملوك، كل ملك 40 سنة، شاول 40 سنة، داود 40 سنة، سليمان 40 سنة. سهلة كده؟ يبقى احنا 5500 ادم، 2000 ابونا ابراهيم، وبعدين 1500 موسى النبي، وبعدين 1000 مين؟ داود. داود عرفنا ان هو كان واحد اسمه اسرائيل ابن اسحاق ابن ابراهيم اللي جه من العراق وسكن فلسطين، وولاده نزلوا مصر عيلة 70، قعدوا في مصر 430 سنة، وبعدين راحوا راجعين تاني، اسمهم شعب اسرائيل 2 مليون، بقى حاجة قد كده، وربنا خدهم في البرية، وبعدين دخلوا ارض الموعد، وبعدين استقروا في ارض الموعد، قعدوا 400 سنة تحت حكم القضاء، وبعدين قالوا عايزين نبقى مملكة، فبقوا مملكة كلهم مع بعض، ال 12 اخ ال 12 سبط لمدة 120 سنة، 40 40 40، شاول داود سليمان. معلومات كتيرة في وقت قليل، معلش هنعيدها تاني وهي متسجلة، ممكن حد يبقى يرجع لها يعني، بس يعني جاست مقدمة سريعة عشان نقدر بقى لما نفهم نقرأ الكلام نفهم بقى أبعاده ماشية ازاي. بعد سليمان على طول اتخانقوا الإخوات مع بعض، بعد موت سليمان اتقسموا على بعض، المملكة دي اتقسمت 2 في حتة و10 في حتة، فتقسموا الى مملكتين، مملكة سمت نفسها مملكة يهوذا دي اللي معها العاصمة اللي فيها الهيكل اورشليم، والمملكة التانية سموا نفسهم اسرائيل عاصمتها السامرة، وضربوا بعض واتخانقوا مع بعض وموتوا في بعض، بينهم كانت حروب مليها اول من اخر. مملكة اسرائيل مشوا كلهم في الشر، مملكة يهوذا اللي هو فيها بقى اولاد داود يعني كانوا حبة كده وحبة كده. المهم ان ربنا قال لهم يا جماعة، قعد يبعت لهم بقى انبياء، عشان كده هو هنلاقي احنا الانبياء اللي هم الكنيسة بتقسمهم لنا الى نوعين في العهد القديم، هنلاقي في حاجة اسمها الانبياء الكبار والانبياء الصغار. انبياء الكبار اللي كتبوا نبوات كبيرة، والانبياء الصغار اللي كتبوا نبوات صغيرة في الحجم. عندنا الانبياء الكبار اشعيا ارميا حزقيال دانيال 4، الانبياء الصغار 12. يعني ايه انبياء؟ يعني واحد جايب مسج من ربنا. احنا عندنا بعد عصر المملكة المتحدة اسرائيل اتخانقوا مع بعض وبقوا مملكتين، اللي حصل ان اللي حواليهم ابتدوا يحاربوهم، وفي خلال وقت قصير اسقطوا الامبراطوريتين او المملكتين، الاتنين وقعوا، اسرائيل وقعت ويهوذا وقعت. كان في الوقت ده الناس بيعملوا ايه في بعض؟ هما ساكنين جنب بعض، يعني لما نشوف كده هو الـ 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 الخريطة دي، الحتة الصغيرة دي احنا عارفينها فلسطين، جنبينا في حتة اسمها بابل، لو حضراتكم تشوفوها بابل دي اللي هي دلوقتي مكان العراق، فوق خالص في حتة اسمها أشور، أشور دي اللي هي نواحي تركيا دلوقتي. فتقريبا تقريبا حوالي سنة 600 قبل المسيح، يعني نزلنا 400 سنة، الإخوات متخانقين مع بعض، وده ليه مملكته وده ليه مملكته. المملكة اللي فيها أورشليم عندهم الهيكل والمذبح، فشوية ماشيين مع ربنا. المملكة التانية قالك لو نزلنا نعايد معاهم قلبنا حيحن، فراحوا جايين في السامرة بنين هيكل تاني وحطين فيه أوسان، وقالوا له بص انسى بقى اللي حصل في مصر، هذه آلهتك اللي ايه اللي أخرجتك من مصر. أشور اللي هي فوق، المملكة اللي فوق دي قويت قوي 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 حوالي سنة 600، فنزلت تحارب يهوذا وتحارب إسرائيل، كان اي مملكة لازم تحارب اللي حواليها تاخدهم. فأشور نزلت، اول ما نزلت على اسرائيل كسرتها وخدتها ويعيني عملت فيها اللي ما يتعمل، لكن ما قدرتش على يهوذا. فبتوع يهوذا قال لك الحمد لله طبعا احنا احسن منهم مش يقدروا علينا. فابتدى يجي لهم انبياء بقى اليهوذا يقول لهم لا، التوبة هي اللي تنجينا من الهلاك، مش عشان الخيمة معانا او الهيكل يبقى احنا، لا لازم نتوب. المهم ما تابوش. في الوقت ده طلعت مملكة اسمها مملكة بابل بقى هنا،
مملكه بابل دي اول ما طلعت راحت مكسره اشور وراحت رايحه على يهوذا. الشعب قال لك مش ممكن هيقدروا علينا، احنا تاريخنا مع ربنا بيحمينا بقاله 1000 سنة، حمانا من فرعون وحمانا من الاموريين وحمانا مش معقول، او حمانا من اشور مش معقوله يعني. يا جماعه توبوا، يا جماعه التوبه هي اللي بتعمل. المهم اللي حصل ان راحت مملكه بابل، واللي كان ساعتها بقى الملك المميز فيها اسمه نبوخذ نصر، بعد عنكم دخل على اورشليم على 3 مرات، اخر مره بقى دي جابها بالارض. اخر مره اورشليم دي بقت في سوى الارض. كان لما مملكه تغلب مملكه كانت بتنفيها يعني بتمحيها، عارف زي اللي باستيكه كده ويشيلها، عملوا فيهم كده. بابل طلعت على اشور اكلتها وراحت طلع على يهوذا. يهوذا قال لك احنا معانا ربنا. ربنا قال لهم لا، هي مش بالمكان، انا فين، هي بالتوبه. فدخل نبوخذ نصر على اورشليم، لما تقروا في تاريخ اورشليم اللي عملوا فيها، اتساوت البيوت بالارض. الهيكل اللي عمله سليمان كان كله ذهب من جوه، خدوا الذهب كله، الهيكل اتهد، الابواب اتحرقت، اورشليم اسوارها اتهدت، الشباب الحلو اللي فيها كله راح واخدينه كلهم سبايا، الملك شلوا عينيه ومشوه يجروه. كانت يعني حاجات ماليها اول من اخر. ما سابوش في اورشليم غير الناس الكبار في السن اللي لو نقلوهم هيموتوا. كل الشباب وكل البيوت اللي فيها صحه كلهم راحوا واخدينهم على فين؟ على السبي، على بابل، على الحته اللي هناك دي اللي بين دجله والفرات. واورشليم الهيكل اتحرق وخرب، الكهنه ماتوا كلهم، الذبيحه اتشالت، المذبح اتهد، اسوار اورشليم اتكسرت، كل مجد اورشليم ايه؟ راح. الناس الكبار من الحزن ما بقوش مستحملين، ياما ناس ماتت من الحزن في الايام دي. في الوقت ده مملكه بابل خدت كل الشباب وابتدوا يكبروا، بقى تكبرهم فيهم، تغير اساميهم، غيروا اسامي الناس كلهم اللي جم، لانه كلهم معاهم اسامي يهوديه فدهم اسامي بابليه عشان ينسوهم هم جم منين، وغيروا لغتهم. في الوقت ده بقى كان من ضمن الشباب اللي اتسبى مين؟ دانيال بقى والتلات فتية والمجموعة دي كانت في الوقت ده. وابتدوا يتولد جيل جديد من الشباب والأطفال، اتولدوا كلهم في بابل. منهم ولد حلو قوي قوي قوي، شاب جميل اتولد في بابل، كان من عيلة الملك من نسل داود، فأبوه سماه زرو بابل. زرو يعني زرع، وبابل يعني مزروع. فين؟ في بابل. ده اللي اتولد في بابل، زرو بابل. وفي الوقت الوحش ده الصعب ده اتولد كاهن اسمه يهوشاع، يهوشاع يعني يسوع يعني المخلص، فاتولد والي اسمه او واحد من الملك اسمه زرو بابل في السبي، واتولد كاهن اسمه يهوشاع يعني مخلص، واتولد في الوقت ده انبياء، في 2 انبياء اتولدوا في الفترة دي. نبي اللي هناخده النهاردة اسمه حجي. حجي معناها ايه؟ شوفوا، بالرغم من الجو الوحش الصعب اللي بحكي لكم عليه ده، لكن معناها عيد او فرحة. ودي كانت عادة ان كان ساعات اللقباط لما يتولد لهم حد في العيد يسموه عيد. كلمة عيد بالقبط عارفين اسمها ايه؟ لما اقول لكم هتقولوا اه فعلا احنا نعرف الموضوع ده. حد يعرف كلمة عيد؟ عيد بالقبطي بي يعني ال، عيد يعني شاي او شاي، بي شاي او بي شاي يعني عيد. تلاقوا ناس كتيرة كانوا يتولدوا في أيام العيد يسموهم بشاي، بشاي يعني ده عيد. فحجي، حجي اتولد في الفترة دي فسموه حجي أو عيد. بعد فترة مملكة بابل دي، قعد شعب إسرائيل يا عيني في مملكة بابل 70 سنة، 70 سنة مسبيين، يجوا كل ما حد يا عيني يروح يزور أورشليم ويرجع كده يقول لهم إيه؟ يقول لهم اخبار مش كويس، يطمنوا. ودي اللي كانوا يقولوا لهم طب اعملوا اجتماعات وسبحوا، يقول لك على انهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف علقنا قصارتنا. ودي بقى الاوقات اللي ارميا قال النبوه بتاعته وبكى على اسوار اورشليم. فاتولد حجي في الفتره دي. مملكه بابل ما قعدتش كتير، قعدت حوالي 50 سنة تقريبا بعد ما قصرت اورشليم.
وبعدين طلع مكانها مملكة تانية كلنا يمكن نسمع عنها اسمها الفرس، معظمنا نسمع عن الفرس والروم. مملكة الفرس طلعت اللي هي في إيران بقى، إيران جنب العراق، فمملكة الفرس طلعت كسرت بابل وخدت مكانها. أول مملكة الفرس ما خدت بابل ابتدى الملك الفارسي طلع قرار، لقى نفسه عنده شعوب من حتت كتيرة، أكتر شعب فيهم الشعب اليهودي، فراح مطلع قرار قال اللي عاوز يرجع من اليهود أورشليم مع جرين لايت يرجع. في الوقت ده كان الشعب قاعدين في بابل بقالهم بتاع 50 سنة 60 سنة، فعملوا بيزنس واشتروا بيوت ومزارع واستقروا. ففي ناس قالت لك لا احنا مش هنرجع، وفي ناس اللي لسه قلبها مشتاق للهيكل قالوا احنا ايه لا نرجع اورشليم نعمر اورشليم. راحوا عمروا اورشليم حوالي، طلع قرار وقعدوا يعمروا في اورشليم وابتدوا يبنوا البيوت وابتدوا يبنوا الهيكل تاني. في الوقت ده جاءت رسالة الله الى حج النبي. ايه اللي حصل؟ تعالوا بقى نقرأ مع بعضينا سفر حج. في السنة الثانية لداريوس الملك، داريوس الملك ده تفتكروا بابل ولا فارس ولا اشور؟ فارس، برافو عليكم شطار. مملكة فارس اللي جت بعد بابل، على فكرة مملكة فارس ما طولتش وراح جاي بقى اليونان اللي هو الاسكندر الاكبر. اليونان قعد له شوية وراح جاي الرومان، وبعد الرومان جه المسيح له المجد في عهد الرومان في ال 500 سنة اللي باقيين دول. في السنة الثانية لداريوس الملك اللي هو ملك فارس، في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، في ناس فضلوا في بابل ومجموعة رجعوا أورشليم. اللي رجعوا أورشليم قعدوا 15 سنة حاولوا يبنوا الكنيسة، يبنوا الهيكل ويبنوا بيوتهم. لقوا بعض الناس ضايقوهم في الأول، فراحوا مأجلين بنا الهيكل، وكل واحد ابتدى يركز مع إيه؟ مع بيته هو. في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي. ربنا اختار واحد من اللي راجعين اللي اتولد في بابل وراجع اسمه ايه؟ حجي. وقلنا حجي ده معناه ايه؟ عيد، فرحة. وارسل ربنا رسالة لاتنين، قال له ابعت الرسالة دي الى زروبابل. مين زروبابل ده؟ اللي من نسل الملك، اللي مولود في بابل، ومعنى اسم زروبابل قلنا يعني ايه؟ المزروع في بابل. فزروبابل كان الملك الفارسي عينه والي على اورشليم. فربنا قال لحجي انا هبعت لك مسج للوالي. كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي الى زروبابل ابن شالتئيل والي يهوذا، ومين تاني؟ والى يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم قائلا. ربنا قال لحجي يا حجي، قال له نعم يا رب، قال له انا عايزك تاخد مسج توديها الاثنين، توديها للوالي وتوديها لمين؟ للكاهن. قال له حاضر يا رب. احنا عندنا سفر حجي اصحاحين، الاصحاح الاول فيه رسالة من ربنا واحدة، الاصحاح الثاني ثلاث رسائل، كله اربع رسائل في فترة قد ايه؟ اقل من اربع شهور. يعني رسالة حجي كلها نبوته اقل من اربع شهور. فربنا اول ما داريوس ملك راح قال لحجي يا حجي انا عايز ابعتك برسالة لاتنين، للوالي زروبابل ويهوشع الكاهن العظيم. ايه الرسالة يا رب؟ قال له قل لهم هكذا قال رب الجنود قائلا هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. ربنا بعت رسالة عن طريق حجي للوالي والكاهن، قال له أنا صعبان علي منكم لأنكم قلتوا ما عندناش وقت نبني إيه؟ نبني بيت ربنا. فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلاً، تفاصيل الرسالة ده العنوان فوق، التفاصيل بقى ربنا صعبان عليه ان الشعب
ماشيين مع بعضينا مسيرة بقالنا آلاف السنين. شوف حكينا من آدم لعدي لأبونا إبراهيم لإسحاق ليعقوب لمصر لأرض الموعد لسينا للمملكة للحروب للسبي، كل ده وأنا معاكم. كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ انتوا رجعتوا بقالكم 20 سنة او 15 سنة وابتديتوا ترجعوا وشفتوا بيتي والبيبان بتاعته محروقة والحجارة بتاعته واقعة، وشفتوا الذهب اللي اتسرق منه، وشفتوا الحجارة بتاعته متخلعة، شفتوا مسبحي منهدم، وبيوتكم كانت بنفس الطريقة. انا شفتكم واستنيت هتعملوا ايه، لقيت كل واحد ابتدى ببيته. قلت ليكوا حق، ما لازم تباتوا في حتة، ما ينفعش انا استنى لكن انت تفضل انت الاول. فلقيتك انت ابتديت بيتك، قلت عندك حق، اعمل لك حتة تقعد فيها. لقيتك عملت حتة، وبعدين رحت مزوده دور، ورحت مزوده دور، وبعدين ابتديت تغشيه بقى، ابتديت توضبه. يعني لقيتك مش حاططني لا نمرة واحد ولا نمرة اتنين ولا نمرة تلاتة، انا لقيتك حاططني ايه؟ هل الوقت لكم، يعني انت عندك وقت ان تسكن في بيتك وبيتك مغشى وبيتي خراب؟ والان هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم. مش هينفع نشوف المشكلة غير لما كل واحد يوزن ايه، يوزن قلبه. الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ وابتدى ربنا يوري لهم الواقع اللي هم عايشينه. زرعتم كثيرا، كل واحد فيكم عنده البلانز بتاعته علشان نعوض اللي حصل في الخمسين سنة اللي حصل فيها دي. زرعتم كثيرا لكنكم دخلتم ايه؟ قليل. تأكلون تأكلون ولكن ليس شبع، تشربون ولكن لا تروون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس أو لكيس منقوب. يعني عمال تاخد تحوش بس أكنك بتحوش في كيس إيه؟ مخروم. فبتحط عمال تحط حاجات بس اللي بتحطه إيه؟ بيضيع. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم. تاني مرة تتقال: اصعدوا للجبل. ما ينفعش نكمل بالطريقة دي، اصعدوا الى الجبل. ائتوا بخشب. كان جبال اورشليم عالية قوي، الواحد عشان يطلع جبل دي صعبة، وكان المطر ينزل على الجبل فوق فيطلع شجر الارز اللي هو السيدر. فلما يطلع شجر الارز اللي عاوز يقطع خشب لازم يبذل مجهود، يطلع فوق الجبل يقطع وينزل بايه؟ بالخشب اللي هيبني فيه. فربنا بيقول لهم: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا للجبل واتوا بخشب، هات خشب من فوق، وابنوا البيت، ابنوا بيتي، فارضى عليكم واتمجد قال الرب. القصة بتاعت المسج اللي ربنا بعتها لزروبابل الوالي وليهوشع الكاهن، احنا هنقرب يعني بسرعة الإصحاح الأولاني، لكن المرة الجاية ناخده بالراحة بقى. ربنا بيقول: يا جماعة انتوا رجعتوا، شفتوا بيتي كده وشفتوا حياتكم كده، أنا مش زعلان، بس أنا لقيتكم انتوا اهتمتوا نمرة واحد مش بيا، اهتمتوا بإيه؟ بنفسكم. ماشي، قلت هتعملوا اللي تقدروا عليه، لقيتكم لا، ده انتوا داخلين في رفاهية لنفسكم. انا مش بقولك سيب شغلك وصلي لي، انا ما قلتش كده، بس بقولك اشتغل بس اديني وقتي، بس انا شايفك الوقت اللي عندك انت عمال تستخدمه في حاجات كلها ليك رفاهيات. وقت الشغل مهم ما قلناش عليه حاجة، لكن وقت الموبايل ده رفاهية، وقت التلفزيون ده رفاهية، الوقت اللي بيروح في احاديث مع الناس ده رفاهية، الوقت ده اللي انا كنت عايزه ليا. بيوتكم مغشاة، الحياة محطوط الهدف غلط. احنا فاكرين ان الحياة ان انا اعيش وربنا يساعدني عشان اعيش كويس، لكن قال لهم لا مش كده،
انت تعيش عشاني، زي انا ما بديك جسدي ودمي انت لازم تديني جسدك ودمك، زي انا ما بحبيتك الى ان بذلت نفسي انت لازم تحبني تبذل نفسك. الفكرة ان الترتيبات مش مترتبة، الاولويات مش مترتبة. هنقرا قراية سريعة بقية الاصحاح عشان ناخد يعني جاست كده يعني فكرة عامة، والمرة الجاية ناخده بالراحة. اصعدوا للجبل، ابذل مجهود بقى، اخرج بره جو الراحة، بلاش الشعور اللي هو انا والكنيسة، انا هنا والكنيسة هما. لا، مفيش حاجة اسمها الكنيسة هما، الكنيسة ايه؟ احنا كنيسة، احنا الكنيسة. اصعد للجبل، ابذل مجهود، ائتي بخشب وابني البيت. انتظرتم كثيرا واذ هو قليل. الحياة انا حاسس ان ما فيهاش بركة، بشتغل ما بشبعش، باكل ما بشبعش، بشرب ما برتويش. الواحد ساعات يبص بينه وبين نفسه كده بعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في المهجر، يقول لك طب اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ انا شايف اولادي طالعين في جو انا كنت فاكر ان انا جايبهم في حتة كويسة. يبتدي الواحد يقعد يفكر بينه وبين نفسه، انا اشتغلت شغلانات كتير، انا دخلت فلوس كتير، انا عايش عيشة احسن من الغير في مصر، اللي في مصر شايفيني ان انا عايش هنا في الفردوس، بس في حاجة، لا في حاجة غلط، في حاجة انا مش مبسوط. فالرسالة الاولى، نعم انت مش هتفضل مبسوط لان الاولويات مش مترتبة، انت عايش لنفسك مش عايش لربنا. بس انا لي علاقة بربنا، بس علاقة خاطئة. انت عاوز ربنا يساعدك ان انت اللي تكبر، مش عاوز انت اللي تتعب علشان خاطر ربنا. فما لم تقدم حياتك لربنا مش هتعيش مستريح. انتظرتم كثير اذ هو قليل، ولما ادخلتموه البيت نفخت عليه. اكن واحد مجمع كده حبة قش وتنفخ فيهم، في ثانية تبص تلاقي امريكا كده، اللي في مصر يبصوا علينا هنا يقولوا يا سلام، كل واحد عايش في بيت قد ايه وعربية جديدة وشغل ايه، وما يعرفش ان ده في ثانية، في ثانية بس الواحد يقوم ما يقدرش يقوم من السرير. بس ايه اللي يحصل للبيت والعربية ومش عارف ايه؟ نفخة، نفخة، كل ده نفخة. لما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود، لأجل بيتي الذي هو خراب. أنتم راقدون، بتجروا كل واحد إلى بيته، لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها. دعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار اللي هو بتاع الخمر وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. مبقاش فيه بركة. في حياة بس مفيش بركة. عندنا حاجات كتير بس مفيش متعة، مش متمتع بحاجة. اشتري عربية جديدة، هي أسبوع أسبوعين وانتهت القصة. انقل في بيت جديد، أسبوع أسبوعين وتنتهي القصة. ايه طيب في ايه؟ طب غير الشغل، غيرنا الشغل وعمالين نحط حاجات ممكن تفرحنا. اول بس ما اخد السوشيال سيكيورتي الدنيا هتتغير. خدنا السوشيال سيكيورتي، الجرين كارد، خدنا الجرين كارد. طب اشتغل، طب اغير الشغل، طب بس الساعة بدل $15 تبقى $50، طب مش عارف العربية بدل انجيب الفان، طب مش عارف الرنت يبقى. امشي في هذه السلسلة اللي كل الارض ماشية فيها. انا دعوت بالحر على الارض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الارض وعلى الناس والبهائم وكل اتعاب اليدين. يعني ايه معناها بقى ان احنا نسيب شغلنا وحالنا ومحتلنا بقى ونقعد جنبكم في الكنيسة؟ لا، مش ده اللي اتقال. ما لله اعطيه لله، وما لقيصر اعطيه لقيصر. قيصر لو ما اديتلوش حقه هياخده منك، لكن ربنا ما بيعملش كده. اكرم الله، اكرمه من وقتك، واكرمه من مالك، واكرمه من صحتك، واكرمه ان انت تضع بيت الله نمرة واحد في ترتيبي.
الكنيسة القبطية هنا في المهجر بقالها 50 سنة، عملنا ايه؟ هدفنا ايه؟ واحنا جايين هنا عشان ايه؟ وحنكمل في انهي خطة؟ ايه اللي احنا عاوزينه؟ ايه هدفنا ان احنا نيجي هنا؟ وايه هدف ربنا؟ ان احنا نعمل كل حاجة لنفسنا؟ حتى الكنيسة بقت بتاعتنا؟ بتاعت لقبط؟ حتى المسيح بقى بتاعنا احنا؟ فين خطته هو؟ فين مجده هو؟ فين بيته هو؟ احنا بقالنا سنين طويلة، انا مش بتكلم الكلام ده لينا هنا، انا بتكلم in general. كل واحد اول ما بيجي امريكا، كل واحد بيبقى نفسه، ناس بتستضيفه او بينزل في فندق اسبوع اتنين شهر، اول حاجة بيبقى عاوز يستريح فيها انه يبقى له ايه؟ بيت. طيب كل 10 بيوت المفروض يفكروا مع بعض يبقى لهم ايه؟ كنيسة. لكن كل واحد بيجي يعمل لنفسه بيت والكنيسة معمولة نروح لهم. انا ما اقصدش الكنيسة كمبنى، انا جاي اتخدم في امريكا، كنيسة تخدمني. طب لغيت امتى؟ ايه ترتيب اولويات بيت الله في حياتك؟ احنا عايشين حياة مؤقتة. ايه هدفك؟ هدفك ربنا يخدمني ولا انا اخدم ربنا؟ بيت ربنا، وبيت ربنا مش مقصود بيه الحيطان، ملكوت الله، انتشار تعليم المسيح، ان المسيح يتقبل امام كل الناس. احنا علينا مسؤولية تجاه كل واحد في الشارع، علينا مسؤولية تجاه الكوريين والاثيوبيين والهوملس والامريكان والاسبان والبيض والسود، علينا مسؤولية تجاه ده كله. احنا ما زلنا بنتكلم مين بيجيلنا ومين ما بيجيلناش، وعاوزين النهاردة الكنيسة القبطية في 50 سنة كام نسبة الأقباط الى نسبة غير الأقباط؟ وهل دي علامة نجاح ولا علامة عدم نجاح؟ بيتي خراب، كلام مؤلم. خراب ايه يا رب؟ ده عمران، بص النهاردة بنناول دلوقتي بالساعة وبالساعتين الكنيسة مليانة. مليانة بمين؟ مليانة بمين؟ مليانة باللي يعرفوني، اللي جايين اوريدي عارفيني. ليه خراف اخر ليست من هذه الحظيرة؟ ينبغي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا. اخي الحبيب واختي الحبيبة، احنا عمالين نخدم نرضي بعض، لكن من يخدم ليرضي المسيح؟ بيتي بيت صلاة يدعى، بيتي. ما ينفعش احنا نسكن في بيوتنا وكل واحد بيفكر في بيته واولاده، ده صح، بس believe me، صدقني ما تتخيل ان انت عملته لاولادك، دي نفخة تضيعه. سيب بيته اتنين وتلاتة، سيب عربية واتنين وتلاتة، سيب لهم شهادة واتنين وتلاتة نبقى خايفين عليهم، لكن سيب لهم المسيح، سيب لهم الخدمة، سيب لهم الايمان. كنت فتى قد شخت، لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه لي تلتمس خبز. النهارده كل واحد بيتناول، ده واحد بيقدم حياته للمسيح. تعرفين في طقس الكنيسه في حاجه في منتهى الروعه. النهارده لو عاوزين نصلي قداس لشعب قطيع المسيح اللي في واشنطن دي سي، بنصلي فين؟ عايزين نتمتع بحضور المسيح وسطنا، بنعمل ايه؟ بنيجي الكنيسه هنا ونصلي. افرض ما عندناش كنيسه، نقدر نتمتع بالقداس ولا لا؟ ايه رأيكم، نقدر ولا ما نقدرش؟ ازاي؟ اي جماعة تتجمع وبنجيب حاجة اسمها اللوح المقدس. اللوح المقدس ده عبارة عن خشب عليه صليب مكتوب عليه اسم المسيح ومرشوم بالميرون 3 رسومات، نحطه ونصلي قداس، صح كده؟ يبقى دي كنيسة ولا لا؟ يعني ممكن ما يكونش في مبنى، لكن الكنيسة هي ايه؟ جماعة المؤمنين، جسد المسيح. طب افرض ما عنديش لوح مقدس، اقدر اصلي قداس ولا ما اقدرش؟ عارفين نعمل ايه؟ نجيب واحد من حضراتكم نقول له تعالى اعمل ايدك كده ونحط عليها الخبز والخمر ونصلي قداس. ليه؟ هو اللوح المدشن بقى مكرس ومقدس لانه اترشم كام رشمة بالميرون؟ 3. امال دول الواح حية، انت متدشن، انت كنيسة متحركة. عشان كده في كل مرة بنقف قصاد الجسد والدم ونفتح أفواهنا ونستلم المسيح، دي مش بركة بس، لكنها مسؤولية. مسؤولية أن أعيش ككنيسة وأن أعيش كبيت لله وأن مجد الله علي يرى.
حضراتكم شايفين النهارده الكنيسه هنا، كلمه كنيسه معناها جماعه مؤمنين، عيله عارفين بعضنا. النهارده لو قلت لحضراتكم اللي يعرف اكتر من 20% من اللي قاعدين يرفع ايده، اذا ما بقناش كنيسه، دي مش كنيسه. احنا محتاجين كنائس تتبني وتتعمل وتتعمر. احنا عاملين دلوقتي عظة بالعربي، 100% من اللي حاضرين هنا من اللقباط. طب واللي بره دورنا قصادهم ايه؟ مش عارفين نعمله ليه؟ لان ما خلصناش اللي جوه. طب واحنا هنخلص اللي جوه ايه؟ ما بيخلصش ليه؟ لان كل واحد مستني يتخدم. لكن لو ابتدى كل واحد يرسيت هيز مايند ان المسيح بعتني هنا عشان مجده علي، اطلع الجبل، قطع خشب وابني البيت، كن اكتف في بنى الكنيسة. وما اقصدش بالكنيسة بس المبنى، الاطفال مش مسؤولية الكنيسة اللي تعلمهم، ده بيجي ساعة. الطفل اللي عندك ده كنيسة، انت ابنيه، اتعب مع ابنك، اتعب مع حفيدك. البابا كرولوس ابو الاصلاح ليه قصة في منتهى العجب، كان عنده كنيسة بمدرسة في حارة السقيين زينا كده، وبعدين خد تصريح يرممها، فرمم الاتنين مع بعض. جات له الحكومة قالت له لأ، انت اخد تصريح بالكنيسة بس وعملت اتنين، حاجة تتقفل وحاجة تتفتح، يا جماعة ده مبنى واحد. قالوا له لأ، فقصاده يا يقفل الكنيسة يا يقفل المدرسة. قفل ايه؟ الكنيسة. قال لهم نقفل الكنيسة بس خلوا لي المدرسة. ليه؟ لان كل طفل هيتعلم ابانا الذي في المدرسه دي بقى ايه. طب اللقباط بقالنا 50 سنة في امريكا، لينا كم كنيسه في امريكا ولينا كم مدرسه؟ ده حتى الكنائس اللي فيها مدارس ابتدت المدارس ايه؟ تقفل. كل واحد فينا باصص على بيته، ده حتى ساعات كل واحد بيبص على كنيسته بس يقولك دي كنيستي ودي كنيستك. المسيح ملوش كنيستين، المسيح ليه كم كنيسه؟ كنيسه واحده. أؤمن بكنيسة واحدة. ليك دور تجاه كنيسة المسيح الممتدة، جسده بقى الأفريقيا وأسيا وأوروبا والأمريكتين والكواكب اللي حوالينا، جسد ممتد. هل لك هذه الرؤية تجاه جسد المسيح؟ لك نشاط تجاه جسد المسيح؟ حينئذ سمع زروبابل، يعني الكلام وصل لزروبابل ويهوشع، سمع أول حاجة، وكل بقية الشعب سمعوا صوت الرب إلههم وكلام حج النبي كما أرسله الرب إلههم. أول حاجة سمعوا كلمة الله. نمرة اتنين، خاف الشعب أمام وجه الرب. مش خوف الارتعاب، لكن خوف اللي هو ابتدى يراجع حساباته. الناس كله ايه ده الكلام ده؟ كله ابتدى ايه؟ يراجع حساباته. فقال حجي رسول الرب رسالة الرب لجميع الشعب. لما ربنا لقى الناس سمعت وابتدت تهتم، قال الرب أنا معكم يقول الرب. برافو عليكم، بدل خدتوا الرسالة باهتمام وكل واحد بيقول أنا أعمل إيه، أنا معكم يقول الرب. اللي بعد كده بقى، ونبه الرب روح زروبابل ابن شلتئيل الوالي، وروح يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم، وروح كل بقية الشعب. ربنا عمل بقى في الكلمة البسيطة دي في روح التلاتة دول. فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. خلصوا المسؤولية كلها في قد إيه بقى؟ إحنا قلنا كان الكلام جه في اليوم الأول في الشهر السادس، في اليوم 24 من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس. يعني الكلام ده خلص في خلال قد إيه؟ 3 أسابيع. ما هو هو اليوم الأول في الشهر السادس وفي اليوم 24 في الشهر السادس. يعني المسج جات في اليوم الأول، خلص الكلام في اليوم 24. 23 يوم كانت الرسالة خلص. ده الجزء الأولاني بإذن المسيح. لو عشنا المرة الجاية ناخده بأكثر تفصيل ونكمل بقى إيه اللي حصل. الشعب فرح وبنى، قال لك يلا بقى ادينا في إيد بعض، ده كلام حلو. ابتدوا، أول ما ابتدوا قام عليهم مين؟ عدو الخير، وابتدى بقى يبعت لهم رسائل اليأس والإحباط، وانتم مش هتعرفوا تعملوا البيت زي اللي فات. وابتدى بقى ايه ان يطلع رسائل إحباط وسط الشعب. يا ترى ايه اللي حصل بقى؟ ده اللي حيبان لما ناخده مع بعضين. عشان كده يوم الجمعة الجاية بإذن المسيح هنعيد بعيد دخول المسيح الهيكل، عيد من أجمل أعياد الكنيسة. وهو طفل عنده 40 يوم دخل، وكان دخوله بقى عشان يثبت ان الهيكل ده بتاعه هو،
اليهود داخلين وعارفين الهيكل بتاع يهوه، فدخل الى الهيكل ومكث فيه على يد سمعان الكاهن. الكاهن شاله رمز ان المسيح كاهن، وجلس في يمين سمعان رمز لجلوسه في يمين الاب، ودخل وملك على هيكله وعلى بيته في هذا اليوم. عشان كده لما جالهم بعد كده وقالوا له الهيكل، قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام. الهيكل مش ده، ده الهيكل هو ايماننا بالمسيح. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين. اتفضل.